السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، أهلا بكم طلابي الأعزاء في يوم الخميس لدرس جديد. مسائل لفظية على القسمة. نعم، إنه درس جميل وممتع، فيه قصص مثل قصص الجمع والطرح والضرب. مسائل لفظية على القسمة. لنرى سويا كيف نكتب مسائل لفظية على القسمة، ولكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على كلمات مهمة وكلمات مفتاحية في كتابة المسائل اللفظية على القسمة. وأستطيع كتابة مسائل لفظية على القسمة بشكل عشوائي كما أريد حسب مسألة القسمة المعطاة لي، وليست كجداول الضرب كما سمينا كل جدول على حدة. مسائل القسمة سهلة وبسيطة بحسب جملة القسمة المعطاة لي، ولكن لدي كلمات يجب أن أستخدمها داخل المسألة اللفظية حتى تصبح مسألتي اللفظية صحيحة وجميلة. الكلمات التالية هي الكلمات المهمة حين أبدأ بكتابة المسألة اللفظية للقسمة. لدي كلمة قسم، وزع، بالتساوي. هذه الكلمات مهمة في كتابة المسألة اللفظية. قسم، وزع، بالتساوي. احفظها جيدا وتذكرها جيدا عندما تبدأ بكتابة المسألة اللفظية على القسمة. الآن عزيزي الطالب، اكتب مسألة لفظية لجملة القسمة التالية: 12 تقسيم 4 يساوي 3. طبعا لأن 3 ضرب 4 يساوي 12. لكن الآن أريد فقط كتابة مسألة لفظية على 12 تقسيم 4 يساوي 3. الناتج لا أكتبه ولا أسأل عنه في المسألة، أسأل عنه في المسألة اللفظية لكن لا يكون مكتوب في جملة المسألة اللفظية لجملة القسمة. 12 تقسيم 4 تهمني في المسألة اللفظية. لنرى سويا كيف سنكتب مسألة لفظية لجملة القسمة التالية. أقوم بكتابة المسألة اللفظية كما يلي: أولا أستخدم كلمة وزع أو قسم. سأقوم باستخدام كلمة وزع. وزع خالد كم؟ وزع خالد، أختار شيء يقوم خالد بتوزيعه. هذه المسائل اللفظية فيها إبداع لديك عزيزي الطالب، بأنك ستقوم باختيار الشيء الذي تريد توزيعه كما تريد. المهم أن تكون المسألة اللفظية صحيحة 100%. وزع خالد 12 بالونا على كم صديق لديه؟ 4. استخدم العدد الآخر 4. أولا استخدم 12 ثم استخدم 4. وزع خالد 12 بالونا على 4 أطفال بالتساوي. هل أنهيت الجملة؟ لا، لم أنهها. فكم؟ سأسأل عن الناتج الآن المطلوب. فكم أخذ كل طفل؟ فكم أخذ كل طفل؟ إذن لدي المسألة اللفظية التالية. إذن لدي المسألة اللفظية التالية باستخدام الأعداد المعطاة لي. أكتب باستخدام الأعداد المعطاة وليس أعدادا أخرى. 12 و 4. وزع خالد، انظر، وزع، استخدمت كلمة وزع. خالد 12 بالونا، استخدمت العدد الأول، العدد الأكبر. 12 بالونا على 4 أطفال بالتساوي.
فكم أخذ كل طفل؟ هذا هو المطلوب في المسألة، فكم أخذ كل طفل؟ إذن هذه قصة القسمة على الجملة التالية أو المسألة اللفظية لهذه الجملة. لننتقل إلى كتابة مسألة لفظية أخرى لجملة القسمة التالية: 32 تقسيم 4 ويساوي 8. أستطيع كتابة جملة لفظية أو مسألة لفظية لهذه الجملة كما تعلمنا سابقا. لنكتب سويا مسألة لفظية للأعداد المعطاة لي. لننظر سويا إلى المسألة اللفظية التي قمت بكتابتها على الأعداد: 32 تقسيم 4 يساوي 8. وزعت أمي 32 كعكة على 4 أطباق بالتساوي، فكم يوجد في كل طبق؟ انظر، استخدمت وزعت واستخدمت الرقم الكبير بالأول في البداية، ثم الرقم الذي يليه في القسمة 4 بالتساوي، مهمة جدا، وبالأخير السؤال: فكم يوجد في كل طبق؟ هيا أيها الذكي، قم بكتابة مسألة لفظية على دفترك لجملة القسمة التالية: 25 تقسيم 5 يساوي 5. استخدم الكلمات وزع أو قسم، واستخدم كلمة بالتساوي، ولا تنسى السؤال في آخر المسألة اللفظية. أنت بطل وتستطيع حل هذه المسألة. أما بالنسبة لواجب اليوم، قم بحل الصفحات 82 و83 على درس مسائل القسمة اللفظية وحل أسئلة المراجعة لهذه الوحدة. بالتوفيق لكم إن شاء الله. طلاب الصف الثاني الأروع دائماً.